أخبار 8 غير بوع على نسمة. مرحبا بكم. البداية مع العناوين. في دوار هيشر وقفة احتجاجية لأعوان الأمن المطالبة بقانون يحميهم، والمواجهات تستمر مع المجموعات السلفية. نواب المجلس الوطني التأسيسي نادوا بعمليات العنف اللي طالت دوار هيشر ويحملوا المسؤولية لوزارة الداخلية. 600 عون وضابط أمن تعرضوا خلال الثلاث الأشهر الأخيرة إلى الاعتداء. امبارح وصول أول طائرات حجيج لتونس، ووزارة الشؤون الدينية تأكد على سلامة البقية. حمادي جبالي تعهد بالالتزام بكل المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة. مرحبا بكم. أعوان الأمن بدوار هيشر نفذوا اليوم وقفة احتجاجية من مركز الحرس الوطني للتنديد بالاعتداءات المتكررة على الأمنيين والمطالبة بتفعيل القانون عدد 4 وتحييد المؤسسة الأمنية من أجل حماية المقرات الأمنية. في نفس الوقت تعرضت دورية أمنية لهجوم مجموعة سلفية بالسيوف، مما أسفر عن إصابة عدد من الأعوان. بعد ساعات من ليلة دامية ومواجهات أسفرت عن مقتل مواطن محسوب على التيار السلفي وإصابة 3 أمنيين، أعوان الأمن كانوا في حالة تأهب تحسبا لأي هجمات محتملة من مجموعات سلفية مسلحة كانت متجمعة أمام جامع النور، ويقدر عددها حسب مصادر أمنية ب 200 شخص. ونظرا لخطورة الموقف ما كانش ممكن الاقتراب أو التصوير أكثر. لطفي المشري. تواصل اليوم مسلسل العنف في منطقة دوار هيشر من ولاية منوبة، حيث قامت مجموعة من السلفيين بمهاجمة دورية أمنية والاعتداء على الأعوان بسيوف، مما أسفر عن وقوع إصابات. هجوم جاء بعد مواجهات دامية ليلة أمس أسفرت عن مقتل مؤذن جامع النور بدوار هيشر وإصابة 3 أعوان أمن. جايين لهنا باش نبدلوا على الاولاد، فهمني؟ سكروا علينا بالكراهب من قدام، حبسوا وهجوا علينا 200 ممكن سلفي، فهمتني؟ جينا كي حللنا الباب من تالي، الباب ما يتسكرش هو بطبيعته، ما جا حللنا الباب وطلعوا لنا لهنا، فهمت؟ ضربوا الزميل هذا تفرج ايديه كيفاه، ضربوه بسيف، فهمت؟ جاب ربي شدوا كي ودخلوا على الكهرباء بالحجر وشقوفات وما ادري شنو، جاب ربي زميله معنا ضرب بالكرتوش الفوق باش هما هبطوا. ونحن هربنا على رواح. الاشتباكات العنيفة ليلة أمس تمت إثر هجوم عشرات الإسلاميين المتشددين على مركز الأمن بحي خالد بن الوليد في احتجاج على اعتقال أحد المتورطين في الاعتداء على الرائد بالحرس الوطني وسام بن سليمان، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص تصديا للهجوم. خرجوا من الجامعة وتوجهوا لجامعة المركز حي خالد بن الوليد، هو مش بعيد عن المركز، واقتحموه بالسيوف والحجارة وكذا، وثم ما يقول معهم حتى بندق سيد، وصارت مواجهة بينهم وبين العوان. عندنا 3 عوان مصابين وعنصر سلفي ميت داخل المركز. معناها خلينا نوضحوا للناس راهو مات داخل مقر المركز. صدموا غاديك على اساس باش يحتجوا كل شيء، ومن بعد ما احتجاج عملوا كي دخلوا عليهم باش يفكوا سلاحات، ضربوا كرتوش معناها في الحيط، ضربوا كرتوش في السقف وكل شيء، كي ما لقاوش بها وين على الاخر ضربوه هذاك السيد باش فماش ما تهشوا. هذاك هي الواقعه اللي صارت. الزملاء تفك لهم سلاح ولونس غاز، فهمتني؟ تفكوا بالكرتوش نتاعهم كل شيء، فهمتني؟ فكوهم سلفيين، فهمتني؟ هكا وراوحوا الاولاد بيتين يخدموا نهار كامل البارح، معناها بدلنا عليهم نحن وعندنا اصابات في الاعوان. وعلى خلفيه الاحداث هذه وتنديدا بالاعتداء على الرائد بالحرس الوطني، اعوان الامن نفذوا اليوم وقفه احتجاجيه امام مركز حرس دوار هيشر، وطالبوا بقوانين تحمي قوات الامن اثناء مباشرتهم لعملهم. كان من المفروض انهم السياسيين خاصه اعضاء المجلس التاسيسي انهم يتناولوا موضوع الامن بغايه من الاهميه ويحطوه على طاوله نقاش، وكانوا انهم كانوا يصدروا مراسيم او قوانين ان تخول لنا باش نجموا نتدخلوا ونخدموا في معناها بأريحية أكثر. متسكنين المنطقة طلبوا بدورهم بتقديم الدعم المادي والمعنوي والتشريعي لأعوان الأمن حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم وإيقاف تيار العنف اللي أصبح يتهدد الجميع دون استثناء. كنا لا نخافوا على صغارنا، لا نخافوا كي نخرجوا في الشارع، الأمن تو مساكن باش يعملوا الأمن كي هما وحدة، ما ثماش حتى مساندة للأمن. وانا اللي قريته شنيا، انا مواطنه عاديه ما عندي حتى شيء، نخاف على بنتي، خاف على روحي، خاف على راجلي، خاف على ما فماش، الامن مخلينه وحده. هذا وتوجهنا لمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى، ولانه تعذر علينا اجراء حوار مع الرائد وسام بن سليمان اللي مازال مقيم في قسم العنايه المركزه، التقينا شقيقه اللي قدم لنا اخر المستجدات بخصوص حالته الصحيه. من خلال معناها تضحيته لتونس وتضحيته للوطن، معناها بريسك توا بين موت والحياة، ربي إن شاء الله يخفف فينا. الحمد لله رجعت فينا الروح شوية توا، أنا طمأن الطبيب بسكانير أخيرا، توا خرج من السكانير ونتائج السكانير تبشر كل خير، أنه معناها الكسر
معناها بحول الله معناها ما زادش غرق اكثر، خاطر يلزمكم تعرفوا العمق نتاع الجرح 10 سنتيمترات. هذا هو المشهد الحالي في تونس، مواجهات داميه اسفرت عن اصابات خطيره للامنيين اللي اطلقوا صرخه فزع وتوجهوا بنداء استغاثه لاعلى هرم السلطه، وتسالوا الى متى باش يتواصل صمت المسؤولين امام الانتهاكات اللي يتعرضوا لها في غياب القرار السياسي اللي يحميهم ويمكنهم من اداء واجبهم في اطار القانون. وحسب مصادر أمنية، عدد من منازل أعوان الأمن بجهة تعرضت اليوم لهجمات، والأعوان ظلوا في انتظار تعليمات من القيادات بالتدخل، تعليمات لم تصدر إلى حين مغادرة فريقنا الصحفي المكان. تطورت الأوضاع في منطقة دوار هيشر من ولاية منوبة، شهد نسق تصاعدي، وهذا ما ترجمته الأحداث اللي صارت البارح، وين عاشت المنطقة على وقع اشتباكات بين مجموعة محسوبة على التيار السلفي ورجال الأمن، حيث توصلت الاشتباكات حتى لساعات متأخرة من الليل. حسام المشي. عاشت منطقة دوار هيشر من ولاية منوبة ليلة البارح على وقع مشادات واشتباكات بين عناصر تابعة للتيار السلفي ورجال الأمن، ويعود التطور اللي وصلته الأحداث، الحادثة كانت وقعت يوم 27 أكتوبر الجاري، وإن كان الصراع اللي صار بين مجموعة من أتباع التيار السلفي وباع على الخمور المشهد العام في مجموعة من الأحياء من ولاية منوبة، لكن الحدث الأبرز كان الاعتداء الخطير اللي تعرض له رئيس فرقة الأمن العمومي بمنوبة الرائد وسام بن سليمان بواسطة آلة حادة أثناء محاولة التدخل في المعركة. وأمام تفاقم الأوضاع اللي شهدت تطور كبير بعد رواج أخبار عن إلقاء القبض على المعتدي المعروف باسم صدام، هجمت مجموعة من الشباب السلفي على مركز أمن الحرس الوطني في حي خالد ابن الوليد بدوار هيشر، وصل زوز منهم على مستوى باب المركز، مما أجبر رجال الأمن على استعمال الرصاص الحي، الشيء اللي أسفر عن وفاة مؤذن جامع النور وإصابة آخر من المهاجمين بجروح خطيرة، كما تسبب الهجوم في إصابة 3 أعوان من الحرس الوطني بإصابات بليغة. وقد أكدت بعض المصادر الأمنية أن التعليمات كانت واضحة في المجال هذا، وتنص على استعمال الرصاص الحي في حالة الهجوم على المركز والأعوان ومحاولة افتكاك السلاح. منطقة دوار هيشر عاشت ليلة البارح حالة من الكر والفر بين كل من رجال الأمن اللي حاولوا تمشيط المنطقة وتأمين المربع اللي فيه المركز، والعناصر السلفية اللي استعملت قنابل مولوتوف وألقت بها في أكثر من مرة على رجال الأمن والسيارات الأمنية من جهة جامع النور ومن بعض الأنهج في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم نقل أعوان الأمن اللي تعرضوا لإصابات 2 منهم بليغة لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى. مرة أخرى نأكد لي كل محاولاتنا لإعطاء الكلمة للطرف المقابل باءت بالفشل. آخر المستجدات في دوار هيشر مباشرة، زميلنا أسامة السعفي موجود على عين المكان. مرحبا بك أسامة، آخر الأحداث. أسامة موجود في دوار هيشر، مرحبا بك أسامة، تفضل كلمة لي. مرحبا بك إلياس، مرحبا بجميع مشاهدي قناة نسمة. الأوضاع حاليا في منطقة دوار هيشر هي يعني نجم نوصفوها بأنها حالة شبه عادية، يعني هناك تمركز أمني شبه كثيف، تمركز مختلف الوحدات الأمنية، يعني مختلف الوحدات الأمنية من شرطة وحرس وطني. اللي لاحظناه زاد هو غياب الوحدات العسكرية، وأنه القوات الأمنية متمركزة الآن على بعد يعني قرابة 500 متر من مركز الاشتباكات اللي كانت حصلت البارح في الليل وحتى وتواصلت حتى اليوم الصباح، يعني لتجنب استفزاز الأطراف اللي وقعوا معها في اشتباك. الأوضاع ينجم يحكي لنا عليها أحد المواطنين اللي يعني المتساكني حي خالد بن الوليد، يعني بجانب منطقة دوار هيشر، يعني في الشارع المؤدي للمنطقة اللي حصلت فيها الاشتباكات، كيفاش عشتوا الأوضاع لهنا وشنية وصفك للوضع الحالي للمنطقة؟ بون، بالنسبة للتويك الحال الوقت الحاضر الوضع يعني مستقر وما ثماش يعني أحداث، تو هادية الجو شفت حسب كما تشوف. بون، البارح هي اللي الوضع متوتر وصارت صدامات ما بين أشخاص ما نعرفهمش أنا، أما شفت يعني صارت صدامات وما بين ما بين الأمن، ضربوا يعني زوز أعوان في المركز هذايا مقابلك، وهاو يعني ضربوا ثم واحد توفى من الاشخاص الاخرين اللي داموا على المركز وهربوا، وقعت يعني حتى يعني تصور ساعتين نتاع الليل. اوضاع متوتره برشا. شو متوتره؟ يعني عباره موجودين في منطقه يعني عباره كانوا في حرب. تصور اني على ثلاثة جهات من يعني هجوم بالحجر ووصول بقوارير غاز،
تصور يعني باب زقاز وصلوا سيبوها من فوق وحط هنا عجل نتاع سيارات وبالحجر فهمتني والامن يضرب الكريموجين فهمتني يصد فيهم وما كل اكثريه شباب صغير فهمتني شباب ولاد صغار من كل جهه ما نعرفش كيفاش يجاوب بالطريقه اللي جاوب بها وصار صدمه حتى للقاضي الحاكم بالنسبه للامن يعني قاعد يعني يخدم خدمته حتى لين سيطر على الوضع واضح يعني كما كنتوا تسمعوا بعد ما تمكنت الوحدات الامنيه من السيطره على الوضع الامور هادئه في منطقه حي خالد بن الوليد ودوار هيشر يعني والوحدات الامنيه في حاله تاهب قصوى في انتظار اي طارئ نجم يحصل وهما متيقظين للتدخل في اي وقت. شكرا لك أسامة صافي موجود على عين المكان في دوار هيشر ومرة أخرى تعزينا زاد الحارة إلى عائلة الفقيد في دوار هيشر واستعدادنا التام لإعطاء الكلمة للعائلة. في نفس السياق أكد وزير الداخلية علي العريض اليوم على أثر مجلس وزاري مضيق في قصر الحكومة في القصبة حرص الوزارة على فرض القانون واحترام علويته بالنسبة لأي مخالف أي كانت إيديولوجيته أو مرجعيته السياسية كما عبر وزير الداخلية عن استيائه من توظيف بعض الأطراف السياسية للحوادث هذه لخدمة مصالح ضيقة معتبر أنه في هذا مس من الوزارة وحتم من معنويات الأعوان. وقال عريض أنه ما يجري الآن في دوار هيشر إنما هي ظاهرة اجتماعية لابد من تكاثف الجهود للتصدي لها لأنها لا تقتصر على عدد صغير من الأشخاص. عدد الناس اللي يتشدوا كما قلت لكم يوصلوا 300 400 500 كل ليلة يتحالوا مباشرة للقضاء بطبيعة الحال بعض مفتش عنهم بعض لا وبعض يقع اطلاق سراح وبعض يقع بقاؤه في السجن هذه المسائل المتعلقه بالقضاء وما هيش متعلقه بالامن باش كل واحد يخدم خدمته ويوقف عند حدوده. كل الحساسيات كل الايديولوجيات لا تعنينا عندما نبدو نطبقه في القانون ماناش ننظروا لونه او جنسه او ايديولوجيته او خلفيته السياسيه ولذلك المجموعات هذه العنيفه متاع العربدة والسطو وإلا المجموعات متاع السلفية العنيفة السياسة تجاههم هي نفسها وهي الصرامة والحزم في تطبيق القانون. وفي تقييمه للوضع في دوار هيشر اعتبر وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن سياسة الدولة في حماية أمنها بالتوازي مع احترام المقدس يزيد من شرعيتها مؤكدا أن الوضع في دوار هيشر وضع حرج. الوضع حرج هذا صحيح ولكن ليس هناك وضعية ليس لها حل والحل في تقديري هو في تطبيق القانون لا ريزون ديتا الدولة لا تبرر كل شيء ولكن الذين يظنون أنهم بتحصنهم بمسجد يكونون خارج طائلة العدالة فهذا وهم ولكن هل هذا يعني التعدي على حرمات المساجد؟ قطعا لا، نحن حريصون على توفير الامن وعلى ملاحقه كل المجرمين ولكن دون المساس من دور العباده وهذا ما جعل التدخل يتاخر ولكن لا يعني ان احدا سيكون فوق طاله المساءله. فقط لدينا ثابتان، الثابت الاول هو ان الدوله يجب ان تطبق القانون بكل صرامه والثابت الثاني انه بكل ما حرصت الدوله على احترام حقوق الانسان بشكل جدي ودقيق كلما كانت يدها مشرعة أكثر وكلما كان هامش تطبيق القانون بصرامة أكبر وأعلى وأوسع. وأجمع عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي على أن الأحداث العنف اللي جدت البارح في دوار هيشر في ولاية منوبة بين مجموعة من السلفيين وأعوان الأمن اللي أسفرت عن مقتل أحد المهاجمين وإصابة زوز أعوان أمن بجروح بليغة أكدوا أنها راجعة إلى تراكمات لأحداث سابقة عملت وزارة الداخلية على إخمادها وعدم التحقيق فيها بجدية. في دال المشري وقع الاعتداء على بعض النزول السياحي بعد وقع الاعتداء على بعض السواح واحنا نقدموا قال اعتداء على سفارة امريكا وقعت عملية القتل في تطاوين ومازلنا نقدم وتوا ولينا نمسوا في رموز دولة وخاصة مراكز الامن. اذا كان وصلنا للحد هذا احنا ماناش عارفين وقتاش وزارة الداخلية مش تاخذ موقف وقتاش مش تعطي مارج دو مانوفر لعون الامن باش اذا كان حس
يحس بالخطر يدخل. الخلل هو في تعامل وزارة الداخلية مع حوادث معزولة، يعني كل مرة يقولوا هاو مجموعة وهاو باش تعاملوا معاهم كذا. اليوم الحل هو التعامل مع المجموعات هذه كمجموعات منظمة، واتخاذ الإجراءات والقرارات للتعامل معها كجماعات منظمة. يعني هذه مش واحد تعامل معها وفلان ارتكب عنف على فلان كذا، لا، هذه ناس منظمة وعندها خطط. أصبح الشارع التونسي بالفعل معناها يعرف اليوم ميليشيات مختلفة الاتجاهات، وأصبحت الأجندات السياسية تحاول السيطرة على هذه الميليشيات إما عن طريق الإيديولوجيا وإما عن طريق المال. أيضا تراخي وزارة الداخلية في التعاطي مع الملف الأمني وفي التعاطي معه منذ البداية في أنها تعاملت بنوع من التساهل وبنوع من الليونة. هذه الليونة وهذا التساهل هي نتيجتها ما يشده الشارع التونسي اليوم من تجيش وميليشيات ومن إحساس المواطن بأن أمنه أصبح يفقد شيئا فشيئا. فما ناس اللي ما همش مستعدين باش يحترموا القانون وما اعطيناش معناها السلطة ما عطاتش لأعوان الأمن الظروف الكافية. يعني من واجب السلطة باش تحمي المواطنين عن طريق الأمن، لكن من واجب السلطة كذلك باش تعطي لأعوان الأمن الظروف الملائمة باش تنجم تتصدى للناس اللي ما يحترموش القانون إذا فما مواجهة. الجانب الأمني يعني أنا نعتبره يمثل هاجس حقيقي يهدد مستقبل تونس، لا لشيء وإنما لأنه يعني في وقائع قاعد تتكرر من زمان، وهذا الحل متاعه مش حل أمني، الحل متاعه أنه حل سياسي. وعلى خلفية أحداث العنف اللي صارت ليلة البارح في معتمدي دوار هيشم من ولاية منوبة، أصدرت حركة النهضة بيان أدانت فيه الاعتداء على الرائد وسام بن سليمان وحياة الأجهزة الأمنية السهرة على أمن الوطن والمواطنين، كيفما ترحمت النهضة على في البيان على المتوفي ودعات للتحقيق في ملابسات وفاته بتحديد المسؤوليات فيها، وأكدت على أنه ما فما حد فوق القانون ومن حق الدولة وواجباتها التصدي لكل تهديد للسلم الاجتماعي. وتضمن البيان دعوة من حركة النهضة لكل الأطراف وجميع مكونات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها وعدم الانجرار وراء العنف والتحريض عليه، وقالوا أنها لازم تدعو للتهدئة والتعاون على تحقيق أهداف الثورة وحمايتها من أعدائها. طلب الاتحاد العام التونسي للشغل في البيان اللي أصدره بفتح تحقيق واسع ومستقل حول الاعتداءات اللي طالت قواد الأمن ومواطنين ومؤسسات وطنية، مع تتبع المجموعات اللي تثبت فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخطين وتجريم المحرضين على العنف. وفي البيان طلب الاتحاد بتحييد المؤسسات الأمنية عن التجاذبات السياسية والإسراع بتطوير المنظومة الأمنية. أوكيت في الأخبار متاعنا، يتواصل مسلسل الاعتداءات على رجل الأمن. 600 عون وضابط أمن تعرضوا خلال 3 أشهر الأخيرة إلى الاعتداء، آخرهم الرائد بالحرس الوطني وسام بن سليمان. رقم مفزع جعل التوانسة يتسألوا إذا لم يتمكن رجل الأمن من حماية نفسه ومقراته فمن سيحمي المواطن الأعزل؟ تحقيق أيمن معتوك. لرجل الأمن هيبة، متى ما فقدت فقد الأمن. هذه القاعدة البديهية يعرفها الصغير والكبير، وهي الأساس في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. لكن يبدو الأمر في تونس بات مختلفا عن باقي الدول المتحضرة. رجل الأمن في تونس أصبح مهدد في حياته بعد ما تكررت حالات الاعتداء على رجال الأمن، آخرها حادثة الاعتداء اللي استهدفت الرائد بالحرس الوطني وسام بن سليمان بمنطقة دوار هيشر من ولاية منوبة. والغريب في الأمر أنه ما سمعناش ولا مرة ما إذا كان تم إلقاء القبض على المعتدين أم لا، ليصل الأمر في بعض الأحيان لإيجاد مبررات وأعذار لهذه الاعتداءات. صارت اعتداءات على أعوان وإدارة قوة الأمن الداخلي، وصارت اعتداءات على مقرات من حرق وغيره كذا، واللي ما يتشدش وقتها يتشدم بعد ويحل العدالة. ما ناش في كل مرة إعلاميا نقول هاو شدينا كذا كذا، ممكن الجانب الإعلامي ما واش مسلط برشا على الجانب هذا، أما مبدأ هو أنه لا لا, لا 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 جريمة بدون عقاب، وما فماش اعتداء يمر ما غير ما الشخص اللي اقترفه يحاسب وفقا للقانون. عون الأمن أصبح في مفترق طرق في صورة وجود اشتباكات، إما أن يستعمل عدة وسائل قانونية للدفاع عن الأمن العام ويطبق القانون فيصبح محل مساءلة أو تتبع إذا ما أفرط استعمال القوة، أو أن يتعرض إلى اعتداء، أو أن يتجاهل الموقف خوفا من العواقب، فتلك هي الكارثة. لطالما نفذ رجال الأمن وقفات احتجاجية ومسيرات من أجل المطالبة بإطار قانوني يحميهم لدى تدخلهم، لكن إلى حد الآن لا عين رأت ولا أذن سمعت. عنا الزملاء قاعد تضرب وتتهان كل يوم، عنا المقرات كيف كيف قاعد تتحرق، المقرات الأمنية، الوحدات كيف كيف، التجهيزات هذا كله قاعدين نتعرضوا له احنا كل يوم. نددنا، استنكرنا، خرجنا بيانات، عملنا وقفات احتجاجية،
عملنا اعتصامات، عملنا وقفات، يعني هذا كله ما جاب حتى نتيجة أمام الصمت الرهيب اللي فهمت إن احنا اليوم كنقابة عامية نحملوا المسؤولية، يعني فهمت للسادة الرؤساء ثلاثة. ويرى الملاحظون أن الاعتداءات المتكررة على رجال الأمن وعلى المقرات الأمنية أفقدت الدولة جانب كبير من هيبتها، فالدولة اللي يصبح فيها سلك الأمن غير قادر على حماية نفسه وحماية مقراته تكون غير قادرة منطقيا على حماية المواطنين، وبذلك تخرج لنا وفجأة مجموعات خيل لها يوما أنها ستحل محل رجال الأمن. المشكل اليوم أن رجال الأمن على اختلاف أصنافهم مستهدفون، ولكن من الذي يستهدفهم؟ من الذي يقف وراء هذه الاعتداءات؟ لماذا لا تتم ملاحقتهم؟ اليوم هذه أسئلة تطرح خاصة في ظل تواتر هذه الاعتداءات. نعم اهتزت سلطة الدولة، ولكن يجب أن تعود في إطار القانون وليس خارج إطار الشرعية. في تونس هناك للأسف مجموعات من رجال الأمن، أو لنقل مراهقي رجال الأمن، اللي قاموا بأخطاء شوهت صورة رجل الأمن مثل حادثة الاغتصاب الأخيرة، لكن في المقابل هناك من يعمل على أن يزرع في ذهن التونسيين أنه أمن بن علي راح ولم يعد. بعد أن وصل الأمر للاعتداء على رجل الأمن، المواطن التونسي أصبح يعيش حالة غير مسبوقة من القلق والخوف، ليتساءل إذا كان رجل الأمن المجهز بكل وسائل الدفاع غير قادر على حماية نفسه، فمن سيحمي المواطن الأعزل؟ إيش تحب يحس المواطن التونسي؟ يظهر لي الرعب التامي ولي. الإنسان يخاف شوية على مستقبل البلاد، واللي حسب رأيي يعني اللي نشوفه معنا الأطراف السياسية التكالب متاحهم على السلطة هو اللي وصلنا للحالة هذه. يجب الإنسان يقرأ بين الأسطر، من الناس هذوما؟ شكون هما الناس اللي قاعدين يتعدوا على الجهاز الأمني؟ وشكون اللي يغذي في الشيء هذا؟ أمريكاني ضربوا فرنساوي ضربوا تونسي كيف هكا ولا ليه؟ كلنا مواطنين، دونك يلزم نحمل أرواحنا من أرواحنا وربي يسترنا إن شاء الله. هم يستحقون التقدير والاحترام وليس التعدي عليهم. هل الذين يطالبون بالإصلاح ويرفعون الشعارات وغيرها ويعتدون على رجال الأمن يريدون دولة قوية ولها هيبة في تونس؟ فكيف سيكون إصلاحيا من يتعدى على رجال الأمن؟ لقد سقطت كل الأقنعة على كل من يعمل على زعزعة أمننا، ورغم ذلك سيبقى رجال الأمن هم الذخر الحقيقي لحفظ هيبة الدولة، ليس بالبيانات ولا في الترضيات، إنما بالتفاف التونسيين حولهم. وستبقى تونس رغم كل شيء دولة القانون والمؤسسات رغم بعض الأخطاء. للإشارة فإن النقابة الوطنية لقوات الأمن قررت بالاتفاق مع الاتحاد الوطني لقبات قوات الأمن تنظيم وقفة احتجاجية غدوة لمدة ساعة أمام مقر وزارة الداخلية، احتجاجا على مظاهر الاستهداف الممنهج والمباشر لأعوان الأمن، وسيشارك في الوقفة المقرة كل من وحدات الأمنية والسجنية والرئاسية خارج أوقات عملهم بتونس الكبرى. حسب ما تناقل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن التحقيق في القضية المرفوعة من قبل المحامي الشريف الجبالي ضد كل من كمال الطيف وكمال مرجان ومحمد جغام والناجي المهيري ستشمل كذلك أحمد منصور رئيس الحزب الدستوري الجديد، كما أنه تم استثناء كل من الباجي قايد سبسي وأحمد فريعة في ملف التحقيق. وللتذكير فإن المحامي الشريف الجبالي تقدم منذ أشهر بدعوى قضائية ضد رجل الأعمال كمال الطيف يتهم فيها بالتآمر على أمن الدولة، لكن رجل الأعمال كمال الطيف نفى كل الاتهامات الموجهة له بخصوص تآمر على أمن الدولة حسب التصريح اللي أدلى به لإذاعة شمس أفام الخاصة. بعد تناقل الأخبار عن ضياحهم وتعبهم خلال موسم الحج السنة، وصل قرابة 250 حاج وحاجة البارح لمطار الحجيج في أول رحلة عودة من البقاع المقدسة، ونحكيوا على ظروف إقامتهم والأسباب اللي خليتهم يضيعوا بالتأكيد، وصحوا كيفية تعامل الحكومة التونسية معهم. عفيف مليك. شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق من حب. الحاج علي القحميري وزوجته وصلوا البارح في أول طائرة قادمة من البقاع المقدسة، تبعناهم للدار وين حكاوا لنا على حاجتهم كيفاش تعدت. لك الحمد يا رب ونعم الشكر، وصلنا سلامات وعدين الفرايض نتاعنا لا أحسن ما يرام، وعملوا لنا يعني لوتيل نتاع 5 نجوم، يعني حاجه باهيه. فما الكرام فيهم صعوبه شوي، وعطاونا عطاونا كار فيها 46 حاج، وعطاونا يعني شوفير مصراوي ما يحسنش، ما يعرفش الطريق، قاعد يدور بينا في البلاد، يدور في البلاد ما عرفش الوقع. تقوينا عليه باش حلينا الباب باش نوليو نمشيو على سقينا، وقت اللي دخلنا فوق المضمون تاع العباد الحاجه ضاعت عليا. مشيت لك المسؤولين علينا قلت له وجه، نقول لك عندي راجلي جا ضاع، قال لي حاجه ما تخافش احنا تو جيبوه، عندهم مكلبوق يدوروا ويسالوا على الضايعين، مش هو برك ضاع برشا ضيع،
يا اخي ها مشيت قلت له مشاي لوجه علي لحظه وانا ندور فك المخيمات ندور حتى نلقاه قدام باب المخيم جبت روحت مع بعض. تفجعنا سرتو وقت اللي قالوا كلمتني قالت لي بوك راح نهارتها فريمون تعبنا بالكدا وتليفونات بارتو منا نطلبوا منا ومنا ومنا. تفجعنا شوي تحيرنا انا وشويه ما لاباس توا الحمد لله رب العالمين. حب زيني قلبي مشتاق يا حبابي. الحاج علي ومرته مش وحدهم اللي ضاعوا السنه في الحج، لكن تم تسجيل اكثر من 400 حاله ضايع. اكد وزير الشؤون الدينيه انه تم العثور عليها الكل بفضل 3 لجان مختصه، واكد انه فما حالات تسجلت بين الضايعين لكن اصحابها اما كانوا يتجولوا والا خرجوا في زيارات خاصه من غير ما يعلموا حد. اليوم فقط مراه في جده خبرتنا قالت انني موجوده في جده عند بنتي عايدت عندها وقالت تعالوا خذوني، ونحن قد سجلناها انها تائهه، فلومنا عليها قلنا عيب عليك وحرام عليك يا اخت وانك تغيبي على مكه والميناء وتخلينا نفركس وعندك وهي تاكل في اللحم عند بنتها. الضياع على مكان الاقامه تسبب في بعض حالات الوفاه، حمل اهلها المسؤوليه للقائمين على الحجاج في البقاع المقدسه. سيبين توفى على خاطر كيكا قله العنايه نتاعهم، نحملهم المسؤوليه. اول حاجه اللي بقى نتاعهم في وسط الكار 3 ايام ضايعين، وعنده الدوي نتاعو عنده السكر وعنده الدم، نسيبي توفى. قعد 3 ايام عطوه غادي دواء اخر ما ساعدوش. نهار العيد الاول معناها يشد روحه، الثاني عيد الله يرحمه. وما نجموش نستقبلوا اول طايره من غير ما نحكيوا مع اصغر حاج في تونس كان على متنها. والله الحمد لله تمكنت، بالنسبه لي انا في عمري صغير تمكنت اني قاوم ونتعدى. اما الكبار تعبوا برشا برشا، ربي يعطيهم القوه وربي يرجعهم سالمين. كي رجعنا سالمين فريمون معناتها حمدنا ربي ياسر، سي با فاسيل. موسم الحاجه سنه 2012 وفاه، ومهما كانت الظروف نتمناو لكل الحجاج حج مبرور وذنب مغفور. وتتواصل رحلات العودة من البقاع المقدسة لغاية 13 نوفمبر 2012 في 44 رحلة متواصلة بكل مطارات الجمهورية، وبسبب الاكتظاظ في مطارات السعودية وفرت الخطوط الجوية التونسية إجراءات لتفادي حالات التأخر بكراء طائرات كبيرة إضافة لطائرات إيرباص 300 المخصصة لوصول الحجيج. وضعت النقلة الوطنية على ذمة عائلات الحجيج رقم أخضر 80-100-108 لتسهيل مهمة وصول المعلومات. دار اليوم 107 نائب بالمجلس الوطني التأسيسي من جملة 217 في مسألة دور النائب وعلاقته بالسلطة التنفيذية من أجل استرداد السلطة الأصلية للمجلس الوطني التأسيسي. كان هذا خلال جلسة عامة استثنائية انعقدت اليوم العشية، وشهدت مقاطعة نواب العريضة الشعبية نظرا لعدم تلبية رئيس الجلسة لمطلب زميلهم أيمن الزواغي المتمثل في تغيير منحى جدول الأعمال للنظر في قضية دوار هيشر. هذا وتواصلت مداولات الجلسة العامة ونظر النواب في علاقتهم بالسلطة التنفيذية، علما وأن المحور هذا دعالوا 75 نائب من بينهم هشام حسني نائب المستقل بالمجلس الوطني التأسيسي اللي قدمنا التوضيحات التالية. كان المفروض ان دراسه الوضع العام في البلاد، خاطر طلبنا الجلسه هذه على اثر الاحداث اللي تمت والاعتقال اللي تمت في سيدي بوزيد، هنا نشوف دراسه الوضع العام في البلاد، ثم دور النائب، دور النائب اللي هو عنده دور رئيسي معناها بعد دور التأسيس وصياغه الدستور. ما ثماش حتى قيمه للنائب، لان السلطه التنفيذيه تعتبر ان النائب موجود داخل المجلس الوطني التأسيسي لتزكيه والمصادقه على المقترحات اللي تتقدم بها اجمالا، وهذاك اش قاعدين نقوموا به من يوم 22 نوفمبر الى يومنا هذا. قام اليوم 19 نائب المجلس الوطني التأسيسي المنشقين عن العريضه الشعبيه برفع قضيه ضد النائبين ايمن الزواغي واسكندر بوعلقي اعضاء عن العريضه الشعبيه بتهمه الثلب والقذف علنا دون موجب حق. والقرار هذا جاء بعد التصريحات اللي ادلوا بها الاعضاء المرفوعه ضدهم القضيه في عدد من وسائل الاعلام حول مقاضاه المنشقين عن حزبهم بتهمه خيانه مؤتمن. التفاصيل في تقرير تالي مع مفيد الماجري. سادت في أروقة المجلس الوطني التأسيسي حالة من الغليان الحزبي بين شقي العريضة الشعبية وهما الأعضاء المنشقين عن الحزب هذا والشق اللي ما زلت عضويته مستمرة في العريضة. وحالة الغليان هذه سببها تحيين القضية اللي رفعها أيمن الزواغي مدير المكتب الإعلامي للعريضة الشعبية ضد المنشقين في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام، وهذا أثار انفعالهم وتوترهم وخليهم بدورهم يرفعوا قضية ضد أيمن الزواغي واسكندر بوعلاق. ستقدم شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الدولية بتونس ضد النائب اسكندر بوعلاق وضد النائب ايمن الزواغي
اللذان يعني اعتدى يعني خاصة اليوم في إذاعة الموزايك يعني اعتدى بكلمات يعني منافية للأخلاق، كلمات يعني تخدش الحياة وتسيء إلى سمعة سمعة النواب. تحيين القضية في وسائل الإعلام ومنتج عليها من ردود أفعال سلبية لدى الرأي العام خلى المنشقين في مرحلة سابقة يصدروا بيان توضيحي يتضمن نقاط متعدة من بينها الإقرار بأن حزب العريضة الشعبية لا وجود قانوني له إلى حد الآن. حزب العريضة الشعبية ماهوش موجود، قائمة العريضة الشعبية قائمة مستقلة كسائر القائمات في الانتخابات وكل شيء موثق لدى الهيئات الفرعية، علاوة على أنه احنا رافعين بهم قضية معناتها في الأمين العام نتاع حزب المحافظين التقدمي، وكون المكتب معناتها التنفيذي نتاعو غير قانوني وأمين عامه معناتها منتحل سيف. هذا وأكد المنشقين عن تيار العريضة الشعبية أن انسحابهم يرجع للأسباب التالية. السبب الأولاني بعد اسقاط قوائم العريضه السته اعلن الهاشم الحامدي سحب كتله العريضه بدون استشاره اي طرف، وهذا ماهوش قانوني واثار استيال النواب كلهم. السبب الثاني كونه اعلن اعتزاله للحياه السياسيه وهذا مسجل في التلفزه نتاع المستقله. السبب الثالث كونه بعد الانتخابات معناها قراراته كانت متضاربه ورفض المجيء لتونس ونحن نرفض زادة باش نقاد من وراء البحار. الأسباب هذه تبدو أنها غير مقنعة لدى النواب المستمر عضويتهم في العريضة الشعبية، لذلك كانت القضية لرفعها قائمة لعدة أسباب أخرى. خيانة الأمانة متوفرة على معنى الفصل 297 والذي نص يجب أن توفر أحد الشروط الأولية وهي أحد عقود الأمانة، واعتقادي أن الالتزام المجرى ما بين المخاطبين بأحكام القاعدة القانونية ومن توجهت إرادتهم من الناخبين يكون عقدا ويكون التزاما، وهذا الإخلال بهذا الالتزام وتحويل وجهته إلى حزب آخر يعد إخلالا بأحد شروط التعاقد. ومن جهته صالح اسكندر بوعلق أن مقاضاة المنشقين كانت بدعوة من أعضاء العريضة المتواجدين في الجهات الداخلية. كل ولاية ثم مئات من التوانسة اللي جريوا قرية قرية ومن الأرياف وفي المدن باش يدافعوا على فكرة الصحة المجانية ومنحت البطالة 500 ألف معطل على العمل. الناس هذه رات الإرادة نتاعها الناخب اللي طلعوه مشى من ثم بعض النواب الموجودين زملاء للأسف الشديد مشاوا انتقلوا حتى الأربع وخمسة أحزاب. وللتذكير فإن اسكندر بوعلق كان من بين المنشقين عن العريضة الشعبية وأن اسمه موجود بالقائمة المتضمنة في بيان الانشقاق الصادر في 22/12/2011 لكنه عاود انضم مرة أخرى لتيار العريضة الشعبية. تم اليوم رسميا إقالة المدير العام لدار الصباح لطفي التواتي بعد الاحتجاجات اللي خاضها صحفيو الدار تلت شهرين وإضرابات الجوع اللي تم تنفيذها. رئاسة الحكومة اللي أعلنت هذا القرار قالت أن السيد لطفي التواتي ماهوش باش يبعد برجع على دار الصباح وباش ينتقل إلى البناية المحاذية على خاطر تم تعيينه مدير عام للمركز الوطني للتوثيق. تضمن قانون المالية لسنة 2013 اللي أعلن عليه وزير المالية بالنيابة سليم بسباس اليوم على أثر الاجتماع الوزاري المضيق اللي صار في الوزارة الأولى مقترحات بالترفيع في نسب المعلوم على استهلاك المشروبات الكحولية اللي باش يمكن الدولة من موارد جديدة تقدر بحوالي 170 مليون دينار، وهو إجراء من أصل 9 إجراءات جبائية باش توفر للدولة حوالي 191.1 مليون دينار لدعم الموارد الجبائية للدولة، الشيء اللي باش يؤدي لتقليص عجز ميزانية الدولة 5.9% حسب ما تتوقع الحكومة. هذا بالإضافة للترفيع في معلوم الطبع الجبائي للسفر للخارج باش يولي ب 80 دينار بعد ما كان ب 60 دينار، وهكا يوفر 20 دينار لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل. لأول مرة سنعتمد على تمويل الميزانية عن طريق آلية الصكوك في حدود مبلغ جملي 1000 مليون دينار. على مستوى النفقات ما يمكن تسجيله في ميزانية 2013 هو يعني تطور ملحوظ بالنسبة لنفقات التأجير على إثر الإجراءات التي تم اتخاذها بالنسبة لسنة 2012 واللي هي إجراءات استثنائية مرتبطة بالزيادة بالتسويات وبحجم الانتدابات القياسي 25,000 انتداب، وهذا يترتب عنه يعني ارتفاع حجم ميزانية التأجير سنة 2013 بما يقارب 1000 مليون دينار. أكد السيد حمادي جبلي رئيس الحكومة الانتقالية أنه لا تراجع عن كل المعاهدات والاتفاقيات اللي أمضتها تونس في السابق والمتعلقة بحقوق المرأة، وجاء الالتزام هذا خلال الكلمة اللي ألقاها جبلي بمناسبة اختتام الندوة الدولية حول مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وصنع القرار. تواجع ودني.
تضمنت الكلمة اللي ألقاها رئيس الحكومة الانتقالية حمادي جبالي خلال إشرافه على اختتام الندوة الدولية حول مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وصنع القرار، التزام تونس بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية اللي أمضتها والمتعلقة بحقوق المرأة. لا تراجع عن مكتسبات المرأة التونسية التي هي بالنتيجة مكتسبات للمجتمع كله بل وللأجيال القادمة أيضا، كما أنه لا تراجع على احترام تونس لتعهداتها والتزاماتها الدولية وخاصة مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة حول الحقوق السياسية للمرأة وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما دعا جبالي إلى ضرورة حسن استثمار قدرات المرأة قبل دخولها الانتخابات المقبلة. إرساء برامج تأهيل تتيح لها بصفتها ناخبة ومترشحة جميع الإمكانيات لحسن استثمار قدرتها ومؤهلاتها حتى تخوض الانتخابات المقبلة في أحسن الظروف بما يضمن مشاركة أفضل للمرأة التونسية في الحياة العامة ومنها السياسية وهيئات اتخاذ القرار. وبعد ورشات عمل دامت نهارين أصدرت الندوة جملة من التوصيات مثل أساسا في دسترة حقوق المرأة ومبدأ التناصف خاصة في تكوين الهيئة المستقلة للانتخابات على المستوى الوطني والجهوي، كما دعت المشاركات في الندوة إلى معالجة مشاكل الفقر والأمية اللي تمثل أهم العوائق تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية. هذا وتعهد رئيس الحكومة بمتابعة تنفيذ التوصيات هذه واعتبر أنه ما فماش منا لأي أحد على المرأة التونسية. شكرا لكم على متابعة مواد الأخبار. شوية آخر المواد مع نسمة في جزءها الثاني، وفي الليلة سهرة مع استوديو السياسة، الأمن الجمهوري من يحميه ومن يهدده، المواد مع 9 متاع الليل على قناة نسمة. شكرا لكم، قبل من بعد في الأمان.